مرحبا بكم أعزائي الأطفال في برنامجكم على بساط الحكايات. نجدد الترحيب بكم لنطلعكم اليوم على حكاية جديدة من حكاياتنا الشيقة، وحكاية اليوم للأديب يعقوب الشاروني من قصة له بعنوان الماعز والضبع، الصادرة عن دار الكتاب المصري في عام 1991 للميلاد. أما رسوم الكتاب فتولاها الفنان عادل البطراوي. ملخص القصة: تقول القصة أنه كان هناك ماعز يدعى أسمر، يحب الأكل والنوم ولا يحب بذل الجهد للحصول على طعامه. يقضي معظم وقته في بيته مؤثرا الكسل على البحث عن الطعام. وعلى العكس منه كانت له أخوات ثلاث جميلات يخرجن كل صباح ومساء للبحث عن طعامهن، وقد وجدنا خلال بحثهن مكانا ينمو به كثير من العشب الأخضر الطري خارج القرية. كنا يذهبن إلى هذا المكان فيأكلن حتى يشبعن، ثم يعدن إلى البيت، بينما يلازم أسمر القرية حيث لا يوجد شيء يأكله غير بعض عيدان العشب الجاف وقطع الورق والخرق البالية. أعزائي الأطفال، يوما بعد يوم يا أصدقائي ازداد وزن الأخوات وكبرت أحجامهن، بينما بقي أخوهن على حاله من الضعف والهزال. لاحظ أسمر ذلك فسأل أخواته: أرى وزنكن يزداد يوما بعد يوم، فماذا تأكلن؟ لم ترغب الأخوات أن يعرف أخوهن مكان العشب الأخضر خوفا عليه، فقد كانت هناك ضبع شريرة تذهب إلى ذلك المكان عندما يحل المساء. وكانت الأخوات يعرفن أن أسمر يحب الأكل كثيرا، وإذا ذهب إلى ذلك المكان فسيبقى فيه إلى أن تغيب الشمس. عندئذ تأتي الضبع وتأكله، لذلك كذبنا عليه وأوهمنه بأنهن لا يجدن غير النفايات وقطع الورق ليأكلنها. هذا الكلام لم يقنع أسمر أيها الأعزاء، فألح عليهن لمعرفة الحقيقة، لكنهن أصررن على كلامهن ورفضن قول الحقيقة. عند ذلك أمرهن بأن تضع كل واحدة قدمها في فمها حتى يخرج ما في معدتها فيعرف ما أكلنا. وبعد إلحاح اضطرت العنزات لفعل ما أراد، فخرج ما كان في معداتهن من طعام، وعرف أسمر أنهن كنا يأكلن العشب الأخضر الطري، ولذلك أصر على مرافقتهن في اليوم التالي إلى المكان الذي يأكلن فيه هذا الطعام الجيد. وهكذا أيها الأطفال الأعزاء وقعت العنزات الثلاث في ورطة، فكيف يقودن أخاهن إلى مكان يدركن أنه سيقتل فيه؟ ولكن لم يجدن وسيلة لمنع ذلك صارحنه بأنهن لا يخشين منه على العشب الأخضر، بل يسرهن أن يأكل منه كل يوم. لكن المشكلة أنهن يعرفن جيدا أنه إذا بدأ الأكل فسينسى نفسه ولن يغادر المكان أبدا. وإذا غابت الشمس أتت الضبع وأكلته، إلا أن أسمر طمأنهن بأنه سيحسن التصرف ولن يترك للضبع فرصة لأكله. في اليوم التالي ذهب الجميع إلى مكان العشب، فانبهر أسمر بالعشب الطري وأقبل على أكله بنهم. وكما توقعت أخواته أخذ يأكل ويأكل، وقد نسي تماما كل كلامهن عن الضبع. وعندما غابت الشمس
رجته الأخوات أن يبتعد فورا عن المكان قبل أن تأتي الضبع، لكنه واصل أكل العشب ولم يستجب. وبعد لحظات جاءت الضبع ووجدت كل العنزات في ذلك المكان، فاستبشرت الضبع بوليمة دسمة. في البداية ذهبت إلى الأخت الصغرى وراحت تتأملها وتسألها عن عينيها وأذنيها ولسانها، ثم أخبرتها أنها ستأكلها بعد قليل، وكذلك فعلت مع الأختين. وبعدها توجهت إلى أسمر. أعزائي الأطفال، كانت الأخوات الثلاث ترتجف خوفاً بعد أن أيقنت أنها على وشك الموت. أما أسمر فكان يواصل التهام العشب الأخضر دون أن يلتفت إلى ما يحدث حوله. وبعد قليل جاءته الضبع وبدأت تسأله الأسئلة ذاتها، مثل: ما هذا الشيء الأحمر في فمك؟ وما هذه الأشياء التي أراها على جانبي رأسك؟ وما الأشياء الطويلة على قمة رأسك؟ وهنا أحبائي ظهرت المفاجأة التي أذهلت الأخوات والضبع أيضا، فقد وقف أسمر بكل شجاعة وعنفوان وثقة أمام الضبع، ورفع صوته في وجهها مهددا متوعدا وقال: أما هذا فلساني الذي أطلقه عندما أبدأ الحرب، وهذه التي في قمة رأسي رماح أقتل بها الأعداء، وسأطعنك بها حالا وأصيب قلبك وأقتلك. ذهلت الضبع لما سمعت وانتابتها رجفة خوف، فتراجعت قليلا تتأمل أسمر الذي ما إن رفع صوته مجددا حتى استدارت الضبع وراحت تجري هاربة، فطاردها حتى أبعدها تماما. عند ذلك زال الخوف عن الأخوات وحل محله فرح كبير، ورحن يكلن المديح لأخيهن أسمر. ومنذ تلك اللحظة لم تعد الضبع إلى ذلك المكان أبدا، فاستراحوا منها وأخذوا يأكلون ويأكلون ويسمنون ويسمنون دون خوف من أحد. إنها الشجاعة يا أصدقائي التي امتدحها العرب، فقالوا: إن الشجاعة وقاية والجبن مقتلة، كما قال أبو بكر الصديق لخالد بن الوليد رضي الله عنهما: احرص على الموت توهب لك الحياة. ولا ننسى قول الشاعر الشجاع عنترة ابن شداد: إذا كشف الزمان لك القناع ومد إليك صرف الدهر باعا، فلا تخشى المنية والتقيها ودافع ما استطعت لها دفاعا. أعزائنا المشاهدين، إلى هنا تنتهي قصتنا لهذا اليوم، وننتقل إلى الزميلة مها الجلاف لتوزيع الهدايا على أصدقاء برنامج على بساط الحكايات المتفوقين في دراستهم. فإلى هناك. مدرسة النور للمكفوفين بنات، وفي حلقة جديدة معانا ومع متفوقات جدد ومتميزات. السلام عليكم. عليكم السلام. أقدر أعرف اسمك؟ لين. لين، لين شنو؟ لين محمد تسري. لين محمد. لين، تكلميني أول شيء عن نفسك وعن دراستك، وهل أنت متفوقة في الدراسة؟ بأي مادة أكثر شيء حابتها؟ أبلت رياضيات. أبلت رياضيات عشان عشقش حق الرياضيات؟ وعلش ولا علشان أمك مدرسة رياضيات؟ عشان عشقي للرياضيات.
انزين، اكيد انت قاعده تدرسين كل يوم صح؟ وحاطه هدف قدامك. انزين، انت قاعده تدرسين وقاعده تجتهدين صح؟ انزين، هذا الاجتهاد كله ليش؟ شنو تبي تصيرين باكر؟ أبلة رياضيات. أبلة رياضيات، انزين، لما انت قاعده تدرسين وتصيرين أبلة رياضيات، في رساله من وراء هذا كله اللي انت قاعده تسوينه صح؟ ما تبين تقدمين هذه الرساله تقولين حق الاطفال فيها او المشاهدين اللي قاعدين يشوفونك ان الاعاقه عمرها ما كانت هي سبب اني انا اوقف دراستي وطموحي وحلمي؟ ايه صح؟ ايه تقولين لهم؟ اقول ان الاعاقه ما راح توقف شيء وانهم يكملون طريقهم. يكملون طريقهم. وبدنا شنو؟ وان يحققون هدفهم. يحققون شنو؟ عن طريق الدراسه. الدراسه. هم يدرسون ويجتهدون ويحققون حلمهم. صح؟ ايه. ان شاء الله نشوفك دائما متفوقه وتكونين محققه حلمك وتكونين اكبر موجهه رياضيات مو بس مدرسه رياضيات. احنا اليوم جايين لكم نبي نقدم لكم شيء بسيط عشان انتي متميزه ومتفوقه صح؟ يلا نبي نقدم لك اليوم هديه بسيطه من البرنامج حق لين، وان شاء الله المرات الجايه نشوفك من تفوق الى تفوق اكثر. قولي ان شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. ومعنا طالبة متميزة ثانية. السلام عليكم. عليكم السلام. تعرفينا باسمك؟ اسمي دعاء عادل. دعاء عادل. دعاء تكلمين أول شيء شنو حابة تكونين في المستقبل؟ مهندسة ديكور. حلو. تحبين الديكور والتصميم وكذي؟ يعني بحب، يعني أنا سمعت طبعًا في ناس بيقولوا لي إن أنا بعرف انسق الالوان وكذا، ف يعني حسيت. وقاعده تنسقين ببيتكم وبغرفتك؟ قاعده تسوين هذا كله في البيت؟ اكيد. وفي المدرسه؟ في المدرسه ما فيش فرصه قوي، يعني ما فيش فرصه. ان شاء الله. انزين قولي لي شنو اكثر ماده تحبينها في الدراسه؟ العربي. اللغه العربيه. زين، حافظه شيء في اللغه العربيه؟ ازاي يعني؟ يعني قصيدة، بيت شعر، شيء بسيط كذي. مو حافظة؟ لا. زي شنو في رسالة حابة تقولين حق المشاهدين اللي قاعد يشوفونك وحق صديقاتك؟ إنه يعني حتى إذا الإنسان كان عنده إعاقة أو يعني إذا إنه يعني حتى إذا كان عنده إعاقة ف يعني مش سبب برضو إنه هو يستسلم ويستمر في التقدم، يعني وإنه يجتهد ويذاكر ويحقق الحلم والهدف اللي هو يبي. صح؟ إن شاء الله وتحققين حلمك إن شاء الله وتصيرين مصممة ديكور وتحققين حلمك اللي أنت تبينه. وحابين إحنا على أساس أنت متميزة نبي نقدم لك هدية صغيرة بسيطة حق التميز اللي أنت فيه. أحلى هدية من البرنامج وقدمي لك إياها. شكرا. العفو. ومعانا الشاعرة والطالبة المتميزة اللي ما شاء الله حصلت على جوائز كثيرة ومشاركات كثيرة، صح ولا لا؟ صح. تعرفينا باسمك؟ فاطمة. فاطمة شنو؟ فاطمة سعد. تكلمينا عن نفسك فاطمة وشنو المشاركات اللي شاركتي فيها؟ اي طبعا أنا شاركت بتحدي القراءة، ويعني الحمد لله طلعت الثانية على مستوى الكويت، وشاركت مسابقات قرآن وايد وألف الحمد لله. الحمد لله. زين، في شيء بسيط حابة تقدمي لنا إياه؟ تقدرين بيت شعر أو قرآن أو قصيدة من اللي أنت حافظتها وشاركتي فيها؟ أوكي، أنا عندي قصيدة عن الكويت. حلو. حفظتني إياها واحدة من أبلاطي اللغة العربية. سئلوا رمال الأرض، سئلوا البحر واليال، سمعوا هزيج البر أو دقة اليامال، وشوفوا وصلنا وين بوحدة الأبطال، عز وكرم وامجاد تشهد لنا الأجيال، الكويت دانت بحر ما يطهر لو سال، وبرفع معاني الفخر تضرب بها الأمثال، فيها شعب لجلها تصبح أسد وجبال، قوة عزيمة وراي هم لجلها أبطال، إحنا طيور الدار ولعدائها الزلزال، فينا العطاء معهود فينا الوفا لازال،
الكويت قطعة ذهب هيهات ما تنطال في ظل أبو ناصر غيمة مطر هالطال صباح لحمة حشت عن عزه الأفعال بك يا يبا نفتخر قل الزمن أوطال سلامتكم. صح لسانك وانت دانة الكويت والكويت فخورة فيكم وبإنجازاتكم ودايما احنا نقول الإعاقة عمرها ما كانت سبب صح ولا لا؟ شنو الرسالة اللي حابة تقولينها حق المشاهدين وحق اللي قاعدين يتابعونك وحق أصدقائك؟ الرسالة اللي بقولها إن لا تخلين الإعاقة حاجز وإن أنت عندك حلم ولازم تحققينه واجتهدي وادرسي علشان إن توصلين حق حلمك اللي أنت تبينه ولا تخلين الإعاقة عائقلك وإن تقولين إن أنا لا أنا معاقة ما أقدر أسوي شيء لا طبعا وما في شيء. بارك الله فيك. زين من اللي قاعد يساعدك في دراستك؟ هل البيت المدرسة من اللي أكثر شيء قاعد يساعدك؟ أمي وأبلاتي. وانت قاعده تجتهدين بروحك بعد؟ الحمد لله. الحمد لله يا ربي. احنا فخورين فيك والكويت فخوره فيك وبانجازك وان شاء الله يا ربي نشوفك اكبر من كذي ومحققه حلمك ان شاء الله الكبير باكر. فاحنا اليوم موجودين هني نبي نقدم لك شيء بسيط عشان انت متميزه ومتفوقه ويانا. يسلمك يا عمري. هذه هدية بسيطة حقك. شكرا. وإن شاء الله يا ربي نشوفك باكر بأعلى المناصب. حبيبتي مشكورة. أعزائنا المشاهدين نرجع للاستديو لزميلة نورة. شكرا. وصلنا وإياكم أعزائنا الأطفال إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. إلى أن نلتقي تقبلوا منا أجمل تحية. إلى اللقاء.